أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم سلسلة من محاضراتنا بمواضيع الأنثروبولوجيا القانونية. موضوعنا لهذا اليوم هو عن الجريمة والعرف في المجتمعات الأولية. نأتي اليوم لنناقش بحث لأهم علماء الأنثروبولوجيا وهو مالينوفسكي. قدم لنا بحث عن الجريمة والعرف في المجتمعات الأولية. يحرص كل مجتمع على حفظ الأمن والاستقرار فيه، وذلك بوضع مجموعة من القوانين والمعايير والأعراف والتشريعات التي تحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وما هو مسموح به وما هو محظور. ويخرج بعض الأفراد من وقت لآخر عن العرف والمعايير السائدة في المجتمع، مما يعرضهم للعقاب من طرف المجتمع. أكيد هذه المسألة كل من يخرج عن مسألة الأعراف اللي هي بمثابة القوانين الأولية لحياة المجتمعات، هو رح يعتبر كأنما خرج عن القانون وتعتبر بحقه جريمة. مما يعرضهم للعقاب من طرف المجتمع. هذه المسألة ليست خاصة بالمجتمعات المتطورة والحديثة فحسب، إنما هي قديمة ومتجذرة في ثقافة بعض المجتمعات القديمة التي كانت تضع أحكام وتشريعات منبثقة من أعرافها وتقاليدها المحلية بغية تنظيم العلاقات بين أفرادها. وفي هذا السياق نستحضر نص مالينوفسكي الذي عالج أحد أهم المواضيع التي تندرج في إطار الأنثروبولوجيا القانونية، ويتعلق الأمر بالجريمة والعرف في المجتمعات الأولية، حيث اتخذ مجتمع التروبرياند الذي ينتمي إلى تراب غينيا الجديدة موضوعا لدراسته. استهل مالينوفسكي هذا النص بالتأكيد على أن الأنثروبولوجيا تشكل لدى البعض دراسة مرادفة فقط للبدائيين والمتوحشين، وبالتالي غير مرحب بها، لكن في نظره تعتبر الدراسات الأنثروبولوجية مهمة لكونها تساهم في تعميق المعرفة حول الطبيعة البشرية، وتسمح كذلك ببروز تفسيرات عملية مباشرة. ويشير صاحب النص كذلك أن الأنثروبولوجيا اهتمت هي الأخرى بالأحكام والتشريعات وطريقة إدارتها في المجتمعات البدائية، واتضح ذلك في كثير من الدراسات التي أنجزها العديد من الأنثروبولوجيين وعلماء الاجتماع. يتناول مالينوفسكي مسألة الجريمة والعقاب في المجتمع التروبرياندي في جزئين أساسيين. نبدأ بتفصيل هذه الأجزاء. الجزء الأول من هذا النص الذي أخذ عنوان القانون والنظام في المجتمعات البدائية، يسلط فيه مالينوفسكي الضوء على مجموعة من الخصائص المتعلقة بالبنية الاقتصادية والوظائف الاجتماعية وما يلازمها من التزامات متعلقة بقبيلة الميلانيزي التابعة لمجتمع التروبرياندي. بالإضافة إلى ذلك يتناول مالينوفسكي مجموعة من القضايا المرتبطة بالهياكل والأنظمة والتشريعات المستمدة من الأعراف والتقاليد القبلية التي تحكم
معظم العلاقات بين أفراد القبيلة، والتي يتم أيضا التوافق عليها من طرف أفراد هذا المجتمع لتنظيم التعامل بينهم، وكذلك من أجل وضع حد لمختلف الانتهاكات والممارسات التي من شأنها أن تمس وتعرقل الحياة القبلية. وبالتالي فإن هذه الأحكام والقوانين تفرض على أفراد هذا المجتمع احترام قواعد السلوك في إطار التفاعلات القائمة بينهم. وتظل الوظيفة الأساسية للقانون حسب مالينوفسكي هي كبح بعض الميولات الطبيعية من أجل السيطرة عليها، وإجبار أفراد المجتمع على اتباع سلوك لا يوجد لديه شيء مرتبط بالعفوية، إنما هو سلوك مقيد. بالإضافة إلى ذلك، تتمثل مهمة القوانين في ضمان التعاون القائم على التنازلات والتضحيات المتبادلة لغرض مشترك. ومن هنا فإن أفراد منطقة الميلانيزي لديهم احترام عميق لعادات وتقاليد قبيلتهم. إلى جانب ذلك، هناك عقوبات يتم سنها لمعاقبة المخالف لحفظ وحماية الحياة والملكية والشرف الشخصي وكرامة كل واحد، وكذا جميع المؤسسات التي تلعب دورا حيويا في الدستور القبلي. وتمثل هذه العقوبات في نظر مالينوفسكي بمثابة القانون الجنائي. يتميز المجتمع الميلانيزي في نظر مالينوفسكي بطابعه الإلزامي من خلال تسلسل الالتزامات القانونية، والتي تشكل شبكة من الخدمات المتبادلة ونظام قائم على مبدأ العطاء وتبادل الخدمات التي تمتد على مدى فترة طويلة وتغطي جميع أنواع المصالح والأنشطة. في هذا السياق، يعتبر مالينوفسكي الميلانيزيون طيعون للقانون والعرف المتعارف عليه سويا داخل مجتمعهم. سنأتي الآن إلى تفسير الجزء الثاني من هذا البحث. أما الجزء الثاني من هذا النص الموسوم بالجريمة والعقاب في المجتمعات البدائية، يتناول فيه مالينوفسكي عبر محاوره مسألة الانتهاكات القانونية التي تسفر عن الجريمة في المجتمعات البدائية، وما يقابل ذلك من عقوبات تستدعي الحاجة إلى الحفاظ على النظام. فالأنثروبولوجيا القانونية في نظر مالينوفسكي لا تبحث فقط عن العنصر اللاذع والدرامي في الأحداث، إنما تكشف عن بعض الميزات غير المتوقعة والمدهشة للتشريع البدائي. في هذا السياق، تعامل مالينوفسكي مع وقائع التشريع الأصلي لمجتمع لتروبرياندي، واعتبر إن هذا المجتمع متطور للغاية ويحكم الجميع وفق قوانين تحدد الحياة الاجتماعية، وهي قوانين بعيدة عن أن تكون جامدة أو مطلقة أو مفروضة باسم الآلهة، ويتم الحفاظ عليها من قبل قوى
اجتماعية، تعتبر في نظره عقلانية وضرورية ومرنة وقابلة للتكيف. يرى مالينوفسكي من جهة أخرى إن العلاقات الاجتماعية بالمجتمع لتروبرياندي تحكمها عدد من المبادئ القانونية. أهم هذه المبادئ تتمثل في قانون الأم، الذي ينص على أن الدستور المادي والمعنوي للطفل تحدده روابط القرابة التي تربطه بوالدته وهي وحدها، ويحكم هذا المبدأ الخلافة في المرتبة والسلطة والكرامة والحقوق الاقتصادية. إلى جانب هذا التشريع، هناك نظام آخر يتعلق بتشريع الزواج، الذي يحدد وضع الزوجة والزوج، ويمنح هذا النظام للأب سلطة جزئية والوصاية على حق المرأة والطفل. كما إن هناك تشريعات أخرى تحظر الاتصال الجنسي الخارج عن إطار الزواج. ومن خلال الانغماس الميداني الذي قام به مالينوفسكي في مجتمع لتروبرياند، اكتشف أن السحر يمثل وسيلة للإكراه، ويتم اللجوء إلى الانتحار ككفارة عن الذنب وتحدي في نفس الوقت. ويدعم السحر في نظر صاحب النص اللي هو مالينوفسكي طبعا المصالح الخاصة التي تشمل الثروة والقوة والنفوذ. إنه يشكل تبعا لذلك شكلا من أشكال الإجراءات الجنائية. أما الانتحار فإنه يتخذ شكلين حسب تفسير مالينوفسكي. ما هي هذه الأشكال؟ أما يكون عن طريق القفز من أعلى شجرة عالية الارتفاع، أو تجرع جرعات من السم المستخلصة من أحد النباتات السامة. يعني هنا يفسر مالينوفسكي طريقة الانتحار في المجتمع التروبرياندي تتم عن طريقين. أما هو الانتحار يعني أن الفرد يشمر نفسه، يقصد هنا أنه يشمر نفسه من منطقة عالية كما يحدث الآن، شجرة عالية هنا هو يقصد، أو يأخذ جرعات من السم، وهنا هو السم سابقا كان مستخلص من النباتات الموجودة، النباتات السامة. يرى مالينوفسكي أن هناك صراعات بين الأنظمة القانونية لمجتمع لتروبرياند، خاصة الصراع بين قانون الأمومة الذي يشكل المبدأ الأساسي للتشريع. لكن مع ذلك هناك حسب نظر مالينوفسكي عوامل تساهم في خلق التماسك الاجتماعي في القبيلة. من أهم هذه العوامل تضامن العشائر والاحتفالات المرتبطة بالطوطم. نستنتج أخيرا أن مالينوفسكي وضع إصبع اهتمامه على موضع مهم يتعلق في الجريمة بالمجتمعات البدائية وكيف يواجهها عبر ترسانته القانونية المستمدة أساسا من الأعراف المحلية. ومن هنا يتبين إن الجريمة تشكل ظاهرة اجتماعية ممتدة في أي مجتمع كيفما كانت بنياته وتشكيلاته الاجتماعية، إذ إنها ظاهرة تتصل ببناء المجتمع وطبيعة حياته الاجتماعية. رغم أن المجتمع الميلانيزي
مجتمع بدائي ما يزال يتبع نظام معين من المعايير وقيم لتنظيم الحياة الاجتماعية بين أفراده، إلا أنه يعرف اضطرابا وضغوطات في هذا النظام يؤدي إلى انطلاق طموحات الأفراد دون مراقبة لتصل إلى الحد الذي يتخذ معه إشباعها. وهنا تفقد القواعد التقليدية قوتها في ضبط السلوك، وتحدث عندها حالة من اللا نظام واللا معيارية، حيث يتبع الشخص شهواته ورغباته دون الاهتمام بالضوابط الاجتماعية، ومن ثم يقوم بالسلوك المنحرف أو ارتكاب الجريمة. وردا على ذلك، يضع المجتمع الميلانيزي قواعد وتشريعات موضوعة لمعاقبة كل من سولت له نفسه في تجاوز الأعراف والقيم والمعايير المعمول بها. وإلى هنا أعزائي الطلبة، نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة. يتبين لنا من خلال هذا الشرح أن الجريمة هي حالة اجتماعية موجودة منذ القدم بالمجتمعات البدائية، أي أنها ليست وليدة المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، لا، إنما هي حالة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات وفي كل الأوقات وفي كل الأنظمة الاجتماعية. هي عبارة عن الخروج عن القواعد والسلوك المعمول بها في أي مجتمع من المجتمعات. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا. أتمنى أن تكونون قد استفدتم من هذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.